مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون دولة الكويت تحديدا قناة الشباب الرياضة القناة الثالثة الرياضية، سعدنا أن نتواجد معكم في هذه الحلقة المتميزة كالعادة من برنامجكم أهل الهمة. هذه الحلقة تميزها للأمانة لكمية الحب والأحاسيس والمشاعر اللي تتواجد بضيفتنا اليوم في حلقة أهل الهمة، عطتنا طاقة إيجابية قبل التصوير، والآن بإذن الله راح ننقل لكم عبر شاشة أهل الهمة هذه الطاقة وهذه الإيجابية. أرحب باسمكم جميعا بضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة، عبير العجمي عضو فريق الأيادي الخضراء. عبير حياك الله. الله حيك والله. سعيد عبير بتواجدك معاي وأنا في برنامج أهل الهمة، وأنا وايد سعيدة وياك عبير. قبل الهوى أنت عطيتينا طاقة إيجابية، سواء أنا سواء أخواني المصورين المخرج، عطيتينا طاقة إيجابية ما شاء الله من 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 قوة الإرادة اللي عندك ومن قوة والابتسامة الجميلة اللي من دشيتي علينا، الله لا يغيرها عليك إن شاء الله. تسلم والله. تسلم. الله يسلمك. أنا ودي أشكرك أنت مباشرة. حبيبتي سلمك. شكرا جزيلا أنك استضافتني ببرنامجك. هذا مو برنامجي يعني... عبير، هذا برنامجكم إن شاء الله. هذا برنامج ذوي الإعاقة. تسلم. والشكر موصول لوزارة الإعلام الكويتية، تلفزيون دولة الكويت، القناة الثالثة الرياضية. بالضبط. لأنهم اللي أعطونا المساحة اليوم نتواجد معاكم. صح والله. والله صح كلامك. الله يحفظك. وإحنا نتشرف. وأنتي ضفتينا اليوم بوجودك. تسلم والله. وأسعدتينا ونورتينا في عدسة أهل الهمة. تسلم. وأنا لي شرف إني أنا متواجدة يعني معاك وكذي. أنا من داخل ما أقدر أعبر شعوري. واصلني شعورك والله العظيم. والله والله ما أقدر أوصف يعني من داخل ما أقدر أنا أوصف شعوري أو شلون أنا يعني شلون من داخل أوصف شعوري، ماني قادرة يعني. تلوموني مشاهدينا لما أقول لكم حلقة مليئة بالمشاعر والأحاسيس يعني... هل جميلة، هل إنسانة رائعة من أبنائي، أنا أقول أبنائي لأنها فعلا تسلم بنتي. تسلم يا حياتي. من ذوي الإعاقة. تسلم. ما شاء الله مشبعة بالطاقة، مشبعة بالأحاسيس الجميلة، مشبعة بالمشاعر الجياشة. تقول لي أنا صار لي شهر ما خليت أحد ما سألته أبي أوصل برنامجكم، أقولهم وصلوني برنامج أهل الهمة. صارني منك أكثر من سنة بعد. أكثر من سنة. والله. أكثر من سنة. يعني والله أكثر من سنة أنا حاول أوصل لك بشد الطرق والله، بس احنا نوصل لك يعني عبير ونوصل يعني للامانه. اعطيتيني مساحه اليوم اتكلم واقول ان برنامج اهل الهمه لما حطوه المسؤولين في وزاره الاعلام الكويتيه تحديدا قناه شباب الرياضه، حطوه لك انت ولاخوانك والاخواتك من ذوي الاعاقه المبدعين المتميزين. تسلم. فاحنا نوصلكم بكل مكان والله. تسلم. اول شيء احنا مو دور الاعاقه، احنا احتياجات الخاصه وذوي الاعاقه بنفس الوقت. اي بنفس الوقت. اي لان حبيبي. كل ذوي اعاقه هو ذوي احتياجات خاصه. يا حبيبي. صح حبيبي. تسلم تسلم. عبير انت عضو في الايادي الخضراء. الايادي الخضراء. شنو انشطتكم؟ احنا انشطتنا يا يبا حبيبي. سلم. اسمع يبا. احنا انشطتنا نروح يعني جمعيات نساعد يعني الكبار بالسن، ننشر الفرحه بيناتهم، نضحك وياهم، نقط نكتة، نقط دعابة، نقط كذي، نخلي الواحد يستانس. مثلا انت كئيب. مثلا 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 كذي كئيب حبيبي يا با. ليش انت يعني ليش حزين؟ ليش حزين؟ اها. يا ليش ما تضحك؟ عشان خاطري يضحك. الله. عشان عبورة يلا الله يضحك. عشان عبورة يلا اضحك كذي. يعني نحاول ترسمون الابتسامة. أيوة. والفرح لهم. صح. انت بالضبط تعرف الكلام اللي انا بقوله بالضبط. صحيح. انت فاهمني. لانه واصلني شعورك. فاهمني. عبير. عبير اعاقتك شنو بدايتها؟ كانت من الولادة. اي من الولادة. من الولادة. من الولادة اعاقة حركية. اها. وبس يعني انا ما حبيت
انت وعلى نفسي. برافو. حبيت اطلع حق العالم. برافو. اوريهم اوريهم عبير شنو، اوريهم طاقه عبير شنو. برافو. من داخل القلب يعني عبير طاقتها شنو. صح. عبير تقدر تحقق شنو، تقدر تحقق اشياء وايد. وتدري انا بنادي المعاقين كنت العب بوشي بس ما شاء بس الله. الحين ما وطلعت منها لأنك توجهت للعمل التطوعي. ايه توجهت للعمل التطوعي، فما عندي وقت بين المده واشتغل بلوياك. ما شاء الله. تعرف لوياك الشباب؟ بلا اعرفها. انا اشتغل الصبح وادرس العصر. ما شاء الله عليك. انا الحين انت تدري انا الحين وين؟ بعاشر. ما شاء الله. ثانوية عامة. ما شاء الله. الله يوفقك يا عبير. عبير طبعا بقول معلومة بس يعني للسادة المشاهدين، عبير اليوم صدمتني معلومة، تقول لي يبا انا ما اعرف اقرا واكتب يعني الفترة اللي طافت، ليش؟ كانت تقول شنو السبب؟ لان انا سويت يعني لان انا دخلت شوية بغيبوبة. بغيبوبة لان كان ظهري كان سبة الإعاقة. صار عندك تقوس بالعمود الفقري. صار عندي تقوس بالعمود الفقري. اها. فحبيت اعدله. كانت سنة بأمريكا وتوني راجعة من أمريكا. ودشيتي في غيبوبة. ودشيت غيبوبة. هذه الغيبوبة ايش سببت لك؟ يعني نسيتك كل المعلومات اللي درستيها. ايوه نسيتني كل المعلومات. القراءة والكتابة. ايوه. ورجعت عبير مشاهدينا، رجعت عبير الآن تكافح من جد وجديد. صح. علشان تتعلم القراءة والكتابة. صح. يعني وصلت لصف تقريبا تاسع. يعني صح. كانت تقرأ وتكتب. لكن بسبب يمكن بس خلني أوضح الجزئية للسادة المشاهدين. عبير وصلت لصف تاسع تقريبا. تاسع. تقرأ وتكتب وكانت من ما شاء الله الشطار من المتفوقين. لكن بسبب الإعاقة عندها راحت سوت عملية بالظهر في أمريكا. العملية هذه دششتها في غيبوبة. خطرة وايد خطرة. كانت خطرة. دششتها في غيبوبة. الغيبوبة هذه مسحت جزء كبير من الذاكرة. صح والله. عدل؟ حل. فرجعت كأنها ما درست ولا قرأت ولا كتبت. يعني رجعت ما تعرف تقرأ وتكتب. لكن تقول عبير رجعت علشان أسس نفسي من أول وجديد. والآن قاعد ما شاء الله وصلت صف عاشر. تسلم. اي صعد والله ما شاء الله. وتطوعت بلوياك وتطوعت بفريق الايادي الخضراء. الحين انا اشتغل بلوياك. يعني وتشتغل بلوياك. تطوع كذي. أه. وان شاء الله اوصل للي انا ابي ان شاء الله. والحلو انك في كل محفل انا اشوفك ان شاء الله. في كل فعاليه لك تواجد. صح والله. عبير. إيه. يا انا عبير شلون توصلين ابي اللي قلتي لي اياه قبل شوي. قبل البرنامج اقول له امانه وصلني لفتيك. اي واحد يجي يتعلق فيه اي جي احد يمر تتعلقين فيه. يلا يلا وصلني للستيج. وصلني. واذا وصلت للستيج ايوه خلاص اتمكن يعني من خلاص يصير دورك عاد. يصير دوري. تقدمين ابداعك. ايوه صح. واطلبوا العلم من اللحظة من المهدي الى اللحد. برافو. ايوه صح. برافو عليك. برافو عليك. انا يعني ما في احد طلع من بطن امه يعرف كل شيء. يعرف كل شيء. برافو عليك. ولا في احد كامل عبيد. اي ما في احد. صح. كامل. صح. ما في احد كامل بالدنيا هذه. شلون عوضتي النقص اللي عندك؟ والله ما يعني اهلي يشجعوني. ما شاء الله. عندي امي ماما. نوجه لها تحيه الوالده عبر برنامج اهلي. انا اسميها ماما. ماما هي تشجعني تقول لي عبير مو تنطوين على نفسك. برافو. روحي بالعكس. روحي واجهي. دور الام مهم عبير. إيه؟ مع المعاق. اي ماما حل دربها علي. ماما انا احبها وايد وكافي انها تعبت وياي بامريكا قعدت سنه هناك بس عشان تداوي ظهري. الله. كذي هي تعبت وياي وكافي بالعنايه المركزه ايش كثر هي يعني دموعها بس عشان خاطر. هذه رسالة الأم عبير. اي صح. هذا دور الأم العظيم. حبيبتي. ليش الله سبحانه وتعالى جعل الجنة تحت بقول انشودة. لو رميت كل كنوز الدنيا تحتي ما رضيت أرمي أمي روحي دمي اللي في ظلها ربيت منه يرضى يخون أرضه بالأمانة وبرخيص خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع. ما هي للبيع الكويت. صح. الكويت امنا كلنا. برافو عليك. برافو عليك. عبير شنو الرسالة اللي بتوجهينها اليوم عبر عدسة برنامج اهل الهمة لاخوانك طبعا واخواتك من ذوي الاعاقة؟
بوجه حق اخواني واخواتي اللي بدور العقبه، بقولهم يعني انتوا ليش كلها خايفين ومنخشين ببيوتكم؟ اطلعوا. البعض طبعا يعني البعض، لا في البعض. الاكثريه مبدعين ما شاء الله. صح البعض، البعض احنا نوجه للبعض، نوجه للبعض. صح كلامك انت، اي شيء صح. حبيبي انت كلك صح يا حبيبي. صح حبيبي، صح مو كلهم، البعض منهم. صح البعض منهم يحسون اللي قاعد ببيته واللي يحس انه منطوي على نفسه ويقول انا ما اقدر اطلع، ما اقدر اسوي. هذا نقول له اطلع، شوف عبير نموذج اليوم، اطلع واجه خوفك. صح لازم تواجه خوفك عشان تقدر تواجه امورك بالحياه. يعني برافو عليك. الامور بالحياه يعني عشان تقدر تواجه امورك بالحياه. عبير الحديث معك ممتع، وراح اكمل معك ومع الساده المشاهدين حلقتنا المميزه المليئه بالطاقه الايجابيه، بهذه المشاعر وبهذا الحب اللي انت تحملينه. بنكمل معك، بس خلنا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. ان شاء الله مشاهدينا فاصل صغير، خلكم معانا ولا تبعدون. رجعنا مرة ثانية مع الطاقة الإيجابية مشاهدينا، مع الحب، مع المشاعر اللي والله العظيم أنا يعني للأمانة يقولوا لي دائما ناخذ منك طاقة إيجابية. هالإنسانة هذه أنا اليوم قاعد أتشبع منها طاقة إيجابية عبير العلمي. بالعكس أنا اللي أتشبع منك طاقة إيجابية. الله يسعدك يا عبير. وأنت كافي إنك وصلت سفيرة المعارف حبيبتي. تفهم يعني شنو أنت سفير؟ أنتم كلكم سفراء. شكراً. وأنت سفيرة معاقين. شكراً. في مجالك، وكل معاق عبير اليوم ناجح في مجاله هو سفير. شكراً. لهذه القضية في مجاله. شكراً. أنا أحب أتوجه للإعلام، لأن أحب أوصل للإعلام. أنا ليش أحب أوصل للإعلام؟ أقول لهم تكفون، حسوا فينا. صح. نبي نطلع بالتلفزيون. صح. نبي الناس تعرفنا. وعد الآن قدام السادة المشاهدين بتكونين ضيفتي في برنامجي بإذاعة الكويت الأسبوع القادم. تسلم وأنا أتشرف. حبيبتي حبيبي والله عندي برنامج أيضا فرسان الإرادة بإذاعة الكويت عن ذوي الإعاقة، بتكونين ضيفتي إن شاء الله. تسلم وأنا أتشرف. كل الشرف. الله كل الشرف. أنت بأي وقت تبيني. الله يحفظك. الإعلام كله لكم والله. تسلم وزارة تسلم. الإعلام للأمانة تسلم. مثل ما قلنا في بداية الحلقة، تسلم. تبي عندك وفود؟ أنا يعني الأسبوع اللي طاف كان عندي وفد وين بعمان. أها هني جايين. تطلعين مع الوفود كمتطوعة عبير؟ لا أنا يعني يوم بالكويت يعني حلو. يعني تدري أول مرة جايين بالكويت كنت بالهيئة بالبيئة. أها هيئة البيئة. حلو ويعني... ما شاء الله دشيتي معهم هيئة البيئة؟ لا مو معهم الحين، بس الجروب اللي معاي الأيادي الخضراء. أها. احنا ندش بكل شيء. ايه سويتوا ايفنت عن طريق الهيئة. سوينا ورشة عمل. حلو. بس ما ندري من الفايز. الله يعني الله كريم، يعني ما ندري احنا من الفايز فيهم. اوكي. احنا سوينا بس ورشة عمل، حطوا قالوا عبير شنو نسمي هذا الاسم الورشة العمل؟ قلت لهم كيفكم وانا على نياتكم ترتقون. صحيح. قلت لهم كيفكم انا ما عندي مانع اي اسم. اي اسم حطوه. وقاموا يتفقون. طبعا انا ما ادري شو الطبخة. قاعدة كذي قالوا ايش رايكم نسميه عبير؟ الورشة سمونها عبير. انا انصدمت. سموه على اسمي. وانا منو توني طالعة يعني. انت البركة. انا شنو؟ انت البركة. انا انصدمت انا. وسموه على اسمي. كانوا يقولون لي عبير ايش رايك تطلعين بالمنصة؟ طبعا انا بالمنصة فكل الناس يتكلمون وكذي، فانا مو فاهمة شنو غمندة شنو الطبخة اصلا. زين فهموني ترى كل واحد يددني يلا يقول لي يلا بس تحكي. ما فهمت شنو الغمندة. فهموني على نياتكم ترزقون. وبقول لك شغلة، انا بالتوست ماستر ان شاء الله اذا طلعت بحلقة قلت لك انا راح اجيب استاذ هالة. اها وياي
نوجه له تحيه استاذه هاله رئيسة الفريق ها؟ رئيسة الفريق ورئيسة الفريق بالتوست ماستر استاذه هاله. استاذه هاله نوجه لكم تحيه. استاذه هاله وايد طيبه وايد حنونه. لانك انت بعد طيبه. شكرا 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 وانت بعد وايد طيب. الله يحفظك حبيبي. شنو تعلمنا؟ شنو تعلمنا استاذه هاله؟ استاذه هاله تعلمنا شلون نوقف في المنصة. يعني شلون تتكلم فن الارتجال. ايه صح. شلون توقف في المنصة وشلون تتكلم مع الجمهور. شلون تتكلم مع الجمهور. حلو. شلون تواجه مع الجمهور. والله مع ان ما حفظوني ولا شيء، مع ان انا قلت لهم يعني قاعد اقول لهم احاديث وصلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، واقول لهم كذي صلى الله عليه وسلم شنو قال عليه الصلاة والسلام، ان يعني اذا احد زعلك مثلا قطع لك كلمة ما تدري. أه. يعني قطع لك كلمة وجرحك، فشو تقول؟ الله يسامحك كذي. وهذا يعني التسامح. التسامح مع... نعم اهم شيء التسامح. صح. التسامح مهما يغلطوا الابتسامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الابتسامة. أيوة. في وجه اخيك. شوف. المسلم صدقة. حبيبي مو حبيبي، كل ما نروح مجمع في بعض الناس مو كلهم، بعض الناس يخافون من المعاق. اي على كرسي خاصة. صح. ما ادري ليش، هل هم النظرة ما زالت خاصة. ثقافة هي. أي. هي نشر ثقافة. عبير انت اخذتي شهادتين من التوست ماستر صح؟ اي انا دفيتهم لي. اي وصلوني وبحطهم ان شاء الله على الشاشة. خلينا نحطهم بالفاصل هذا ونرجع معاك ان شاء الله بعد الفاصل. تسلم. مشاهدينا فاصل نشوف بعض الصور والانجازات ضيفتنا الجميلة المتميزة عبير العجمي عضو فريق الأيادي الخضراء، ونرجع معاكم إن شاء الله. خلكم معنا. عبير يعطيك العافيه. الله يعافيك. تدرين انا وين كنت بالفاصل؟ وين كنت اجمع لك ورد؟ الله. لان الورد ما يحلى الا الورد. والله انا لو عندي ورد كان اعطيتك اياها حبيبتي. هذه انت مو تديني اياها. هدي لك اياها انت. خلني اخذ موقعي عشان كاميرتي عبير، وارحب فيك وبالساده المشاهدين. انت مو اديت لي هذه الورده. هذه الورده لك انت. الله يسلمك. يقول احترت كل الورده. عبير يقول احترت لا شفت بيدينك الورد، ما ادري تشم الورد ولا يشمك. تسلم تسلم. الله يسلمك. مشاهدينا طبعا مثل ما قلت لكم في بدايه الحلقه، حلقتنا هذه فعلا يعني متروسه طاقه وايجابيه ومحبه ومشاعر، لان ضيفتنا اليوم فعلا هي قمه الطاقه الايجابيه وقمه المحبه والشعور الطيب. عبير. نعم. ابي اتكلم عن مشاركتك الاخيره مع فريق الايادي الخضراء. مشاركتي الاخيره كانت بالموروث. اها. كانت بكل يعني كنا حاطين بوت، يعني كان افتتاحية هذا افتتاحية الموروث الشعبي. الموروث. ايوه صحيح. افتتاحية الموروث الشعبي. وبعدين افتتحنا وكذي الحمد لله. كان احنا رحنا من الساعة 8 للساعة 5. اها. 5 المغرب. حلو. شنو كان دورك بالفعاليه هذه يا عبير؟ دوري كنت اقعد بالفعاليه ونصور يعني كلنا احتياجات، يعني في كان بعضهم وياي احتياجات خاصه، بس احنا دورنا يعني يصورونا وكذي. تصوير. تصوير وكذي وهذا. زين عبير، بعد هذا المجال من التطوع اللي انت قطعتيه شوط كبير فيه ما شاء الله، شنو الخطط القادمه لك ان شاء الله؟ شنو ناويه تسوي؟ ايوه هذه الكلمه اللي انا بك
اللي انا بوصلها. اقراك من عيونك يا عيال. ايوه صح. انا من خلال التطوع هذا، من خلال هذا، انا ابي يسوون معي لقاءات عشان اقول لهم شنو انا يعني، شنو انا يعني بتوصلين من رسائل. شنو اوصل من رسائل؟ حلو. انا الحين بالتوست ماستر بوصل لهم رساله يعني شنو التوست ماستر. طبعا الكل يتخيل ان توست وجبن صح؟ اها انا قبل كنت على بالي كذي. طلع لا طلع معهد وبرنامج. معهد وبرنامج، وبالعكس هو ياهل انه يشجع الواحد انه يطلع على المنصه ويتكلم ويصير قوي ويصير شخصيته قويه. نفسك انت ونفسي انا ما شاء الله عين عليك. وننطر البقيه بعد يون. قاعد تعطين دورات الحين عبر التوست ماستر؟ طبعا. انت تعطين دورات؟ دوت لا انا قاعد توني داخله، توني صار لي شهرين من داخل. ما شاء الله يعني صار ثلاث شهور، يعني صار لي ثلاث شهور. شنو اهم ورشه اخذتيها عندهم؟ اهم يعني توني ما خذيت ورشات وكذي. أه. قاعد يعلموني شوي شوي. قاعد يعلمونك الحين البيسك. سلمه سلمه يعني. قاعد يعلمونك الحين البيسك، شلون توقفين قدام الجمهور. ايوه. شلون تتحكين. صح كذي. زين تتذكرين اول مره عبير وقفتي قدام الجمهور؟ تتذكرين الموقف هذا شنو صار فيك؟ صح. شنو صار فيك؟ كنت ماني متوقع على نياتكم ترزقون. صح. كنت ماني متوقع ان راح ينتشر الفيديو وراح يصير اشياء وايد. أه. حياتي انا ما كنت ادري بهذا وعلى نياتكم. يعني قبل ما كنت تفكرين تدشين التطوع؟ بسم الله ما يعني ما كنت افكر اني بدخل التطوع وكذي. شوي شوي. كنتي منعزله عبير قبل؟ صح انا كنت منعزله عن العالم. كنت انطوائيه اصلا. ما انطوائيه كنتي؟ ايه. أه. بس انا اللي شجعني اكثر قلت حق نفسي انا قاعده بالبيت. حلو. كذي قاعده بالبيت قاعد اقول يا ربي لمتى انطوي على نفسي؟ عفية عليك برافو. هذا الحكي اللي بيك تقولينه اليوم في البرنامج. برافو. كذي كذي انا ليش منطوي على نفسي؟ ليش ما اشوف الناس؟ ليش ما ادخل الاعلام؟ ليش ما اجرب ادخل الاعلام؟ صح. الاعلام هي توصلنا الرساله اللي تبي توصلينها عن طريق الاعلام يوصل. برافو. بس احنا اللي نطلب من الاعلام التفتوا حولنا شوفونا احنا نبي. واليوم الاعلام فاتح كل ابوابه لكم عبير. تسلم والله. احنا والله جد احنا نبي يعني اليوم الكويت اصبحت من الدول الرائده في كل المجالات بالذات الاعلاميه. اليوم يعني وزاره الاعلام الكويتيه خصصت لنا كذوي اعاقه برنامجين، برنامج تلفزيون اللي انت فيه الحين ضيفه اهل الهمه، وبرنامج فرسان الاراده باذاعه الكويت. سبحان يعني ولا مره يعني بدخل اذاعه وكذي. انا لا انا قلت لك حتكونين ضيفتي الاسبوع القادم ان شاء الله في الاذاعه باذن تسلم الله. تسلم تسلم. وانا لي شرف يعني الله يحفظك حبيبي اني ادخل الاذاعه ومعك انت بالذات. الله يحفظك. وانا اوصل الرساله حق الناس كلها. الشكر موصول حق عبد الكريم لانيذي. انا خادم لكم. لو عبد الكريم لانيذي لولا عبد الكريم لانيذي بالعكس كان عبير ما طلعت بالكاميرا. وكان حبيبتي عبير كان ما واجهت الناس لو مو عبد الكريم. لا 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 انا خادم لكل المعاقين في هذا المجال. بس انت ما سالتك انت ابو شنو؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله حبيبي والله تسلم. الله يسلمك عبير. انا خادم لكل اخواني واخواتي من دول الاعاقه. تسلم لك خادم انت. بالعكس اتشرف. انت يعني بالعكس انت يعني اكبر من خادم يعني يعني انت خدمتكم شرف عبير. تسلم تسلم. الله يسلمك عبير. وانا يزيدني شرف. الله يسعدك. انا معك. شنو ناوية تتخصصين بالدراسة؟ إداري إن شاء الله. إن شاء الله إدارة أعمال؟ إداري يعني إداري بالمدرسة. أها. كذي يعطوني يعني يجي وفد أقول تفضل. حلو. حياك مدرستنا. ناوية إن شاء الله تكملين الجامعة؟ بإذن الله. يعني الجامعة يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله إذا أقدر ليش لا؟ تقدرين؟ عبير أنت صاحبة الطاقة والإيجابية هذه أكيد تقدر. ما شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله إذا أقدر أوكي إن شاء الله. لا راح تقدرين إن شاء الله. الجامعة شوية يعني difficult. لا ما في شيء difficult. صاحبة الإرادة والعزيمة اللي أنا شايف اللي سنة كاملة تدور علي. والله سنة كاملة. ومن شهر وهي تدور على برنامجي. كل واحد أهل الهمة. كل واحد يجي تكفى دلني عليه. في واحد طيب أنا أحب أشكره وأحب أشكره على الهوى. منو؟ أبو سعود. أبو سعود. هو اللي دلاني لك. والنعم مشكور يا أبو سعود. هو اللي أعطاني رقمك. انه قال لي هات شخصي رغبك.
احنا نشكر، انا ما اعرفه منه، لكن مشكور يا ابو سعود اللي اهديتنا هالهديه هذه في برنامج اهل اللمه. فعلا اليوم عبير العجمي هي هديه ومكسب لنا كاعلام كويتي وكبرنامج لذوي الاعاقه اهل اللمه، وجودك مكسب واكبر هديه. تسلم لنا. والله انت الهديه حبيبتي، انا اكبر هديه، يعني انت الهديه. الله يسلمك. واحب اشكر المصورين والمعدين، ما قصروا والله، كل الكاست معانا اللي تعبوا ويانا واللي قاعد يصورون من اليوم، يتلفتون من يوم من يوم من يوم من يوم يتلفتوا قاعد يضبطونك عمير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه، الله يحفظك. مو طبيعية. حبيتي التصوير التلفزيوني عبير؟ انا من زمان ادور على التصوير وحبيت التصوير. اول يخافون نبيك معانا ايضا تمسكين الكاميرا وتصورين في برنامج اهل اللمه. انا لي الشرف صراحة. الله يسعدك حبيبي، لي الشرف. لان انا اشوفك صار لك فتره تحبين التصوير. احب التصوير، احب الاعلام، احب اللي كذا. احلى شيء احلى شيء. ليش يعني تنطوي على نفسك؟ صح. وتصير انطوائي ليش؟ صح. يعني هل احنا شنو فينا ليش تنطوي على نفسنا؟ برافو. احنا حالنا حال العاديين. برافو عليك. حالنا حال العاديين. برافو عليك. وطموحنا احسن يعني عنده. يعني شو لو تشوف انه بالنادي واحد، يعني في واحد انه صار يعني فازوا بالجري احمد نقا المطيري. اي صح، بطل العالم. أيوة احمد نقا المطيري اخذ الاولمبياد. احنا اصلا من احسن من العاديين. صح. واللي يقول انتم عاطف الدوسري ايضا في الرمايه. ايوه صح. ايضا تاهل لبطوله العالم الان، فريق السله في النادي الكويتي لرياضه المعاقين ايضا تاهلوا لبطوله العالم في السله. صح. فاحنا ابطال بالفعل. صح. هل هم الناس العاديه تقدر تسوي مثلنا؟ احنا تفوقنا عليهم. بس سؤال، هل الناس العاديه تقدر تسوي مثلنا؟ انا اتوقع لا. اقولهم في بعض الناس، يعني بعض الناس ان اللي يخافون مننا، في رساله بوصلها حق الناس العاديين. أه. اللي يخاف من احتياجات، اللي لما يشوف معاق على ويلتشير يكش شويه. هذه قلت لك قبل شوي، قلت لك هذه ثقافه. احنا دورنا اليوم في هذا البرنامج ننشر هذه الثقافه. انا عشان بوصل الرساله حقهم بليز، لا يعني بقولهم اللي يخاف من الاحتياجات الخاصه. أه. هو المينون. أه. هو يعني سخف، يعني هو المتخلف. طبعا طبعا هو المتخلف. برافو عليك. لان الاعاقه دائما شو نقول؟ نقول الاعاقه بالفكر. أيوة. مو بالجسد. ايوه صح. عدل. الاعاقه بالفكر. الاعاقه بالفكر مو بالجسد. وفي شغله بسويها. شنو بقول لك اياها؟ قولي. انا مو الكرسي اللي هو يسويني. برافو عليك. انا اللي اسوي الكرسي. والله اصفق لك. مو الكرسي هو اللي يقضي. والله والله تستحقين التصفيق. انا اسوي الكرسي. انا اللي اصنعه مو اللي يصنعني. اي صح. برافو. انا اللي اصنع مو اللي يصنعني. برافو عليك. عبير سعدنا جدا، حلقتنا كانت مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام والله متميزه. انا في حلقات في هذا البرنامج انا شخصيا استمد من خلال الضيف في هذه الحلقات استمد طاقه ايجابيه. اليوم عبير من ضيوفي اللي اعطتني طاقه ايجابيه. وانت قوي. اقول لك شنو؟ الله يحفظك. اقول لك ليش؟ لا انا بختم معاها، بوقف معاك مخرجنا، بوقف معاها وبطلع بكاميرا الواسع. قولي انت تدري انت ليش؟ انا دائما ترى اعزر فيهم بالكادر. انت ليش قوي؟ انت ليش قوي؟ انت قوي عشان انك انت تقدر تبادر. صح. تقدر. انت قوي باسلوبك. برافو عليك. وفي شعر شدني اللي هو الشعر اللي قبل انت قلت له نسيت والله في يا بطل احصد. أيوة. ذهب حقق نصر. ايوه حط رقم. أيوة. اكتب على صدر الزمن. أيوة. كلمة صح. معاق يعني نعم. والله صح حبيبتي سلعوا. وانا اقول تكلم. كلمة معاق يعني نعم، واسم عبير يعني نعم. مشاهدينا ما بقالي الا اني اشكركم على حسن المتابعة، واشكر بنيتي وضيفتي. وانا اشكر عبير ماما انه خلتني اصل للستيج، واحبك. اقولك احبك يا ماما. واحنا نحبك يا ام عبير. ومشاهدينا انا احبكم كلكم. احبك يا ماما. حبيبة قلبي. على امل اللقاء ان شاء الله بكم في حلقة قادمة. فريق عمل اهل الهمة يستودعكم الله، والى اللقاء.